هلا بالنسبة ل7.8 في عندنا سؤالين للديسكشن، سؤال 8 اوريدي محلول، فبدنا نحل مع بعض سؤال 6. بس 7.8 عشان نتذكر مع بعض اللي هو بدنا نشوف مع بعض ان الفانكشنز اللي بتكون اسرع من بعض as x goes to infinity. فسؤال 6 هون شو بحكي لك؟ بحكي لك compare with ln x، بدنا نعمل مقارنة مع ln x. شو يعني compare هون؟ يعني بين قوسين هون which مثلا which function مثلا grows faster or slower or with same rate as مثلا x goes to infinity. هذا هو السؤال. فنحن بدنا نقارن هلا هون، بدنا نقارن ايش؟ بدنا نقارن مع ln x. القاعده شو بتحكي؟ القاعده بتحكي، القاعده بتحكي مثلا اذا في عندك تو فانكشنز، اذا جيت تاخذ انا الليمت لفانكشن f of x على g of x مثلا لما x بتروح لما لا نهايه، اذا طلع معنا الجواب مثلا صفر، شو بيجي بحكي؟ بحكي انه f grows ايش؟ slower than g as x goes to infinity. طبعا هاي الجمله نفسها، هاي الجمله نفسها انه احكي انه g grows faster than f as x goes to infinity. طيب اذا طلع الجواب معنا مثلا infinity، شو بيجي بحكي؟ بحكي انه f grows faster than g as x goes to infinity. طبعا هاي الجمله هي نفسها ايش انه احكي؟ انه احكي انه g grows slower than f as x goes to infinity. طب اذا طلع معنا رقم، اذا طلع معنا constant c، اي رقم لا يساوي 0، اي رقم لا يساوي 0، فهي الحاله شو بنحكي؟ فهي الحاله بحكي grows at the same rate 100%، بحكي انه f and g grow at same rate as x goes to infinity. وخلصنا، هي القاعدة تبعتنا. فنحن هلا شو بدنا نعمل؟ بنعمل نقارن مع لين الاكس. فانتو حر تحط، يعني تحط لين الاكس في البسط في المقام تفركش. فخلينا نشوف مع بعض مثلا فرع A، يعني انا مش راح احل كل الافرع، راح احل بس ايش؟ الاشياء اللي بتعطي البوينت. يعني نيجي مع بعض على ايش؟ بنقارن لين الاكس مع log x تربيع على الاساس 2. فانا شو بيجي بعمل؟ اوكي بيجي بعمل كالتالي، بدي اخذ الليمت مثلا احط لين الاكس في المقام، في المقام او في البسط تفركش يعني، وهي بدي احط لوج اكس تربيع في البسط للاساس 2، وبدي اخذ ايش؟ الليمت لما اكس بتروح لما لا نهايه. فاذا الجواب لهي الكميه طلع صفر، معناته ايش؟ بقدر احكي اللي فوق جروز سلوور او اللي تحت جروز فاستر، نفس الشيء. فبيجي بحكي عشان اطلع هاي الليمت، كلياتنا بنعرف انه هاي المقام لين الاكس، بس البسط في له قاعده شو بتحكي؟ اللوج شو تعريفه؟ اللي هو لين اللي فوق على لين اللي تحت، لوج لين الاكس تربيع على لين الاثنين. هلا بعدها شو بنعمل؟ حسب قوانين اللين هاي بتطلع لبرا هون. فشو بصير معنا؟ بيطلع معنا الجواب اللي هو عباره عن الليمت لما اكس بتروح لما لا نهايه. هي في عندنا هون اثنين لين الاكس على لين 2 وهي لين الاكس. هلا اللي هي عباره عن ايش؟ ليميت هاي 2 لين الاكس على لين 2، وبنحول القسمه هاي للضرب، بصير الجواب ايش؟ 1 على لين الاكس. فبشطب لين الاكس مع لين الاكس، بيطلع الجواب بالاخر ايش؟ الليميت ما بتعتمد على اكس، وبالتالي بيطلع الجواب معنا رقم اللي هو عباره عن 2 على لين 2، وهذا ايش؟ رقم، ما دام رقم اللي هو زي سي هون، رقم لا يساوي 0. فهي الحاله ايش؟ شو بنحكي هلا؟ بنحكي انه الليمت هي انه اف وجي جروز ات سيم ريت. فبحكي انه ايش؟ بحكي انه كالتالي النتيجه انه لوج اكس تربيع للاساس 2 ان لين الاكس جرو ات سيم ريت از اكس جوز تو انفينيتي. لما x بتروح لانفينيتي both they grow at same rate. طيب هذا فرع A. نشوف مع بعض مثلا فرع C. بدنا نشوف مع بعض هلا مثلا فرع C.
أساس أعطي فكرة أخرى. بدنا نقارن مع واحد على جذر إكس. أوكي، إذا بدنا نقارن مع واحد على جذر إكس، بروح باخذ هاي الليمت لما إكس بتروح لما لا نهاية، بجيب لين الإكس حطه في المقام مثلا، وهي واحد على جذر إكس في البسط. وهلا لاحظوا إنه هاي الليمت هي عبارة عن إيش؟ واحد على جذر إكس في لين الإكس لما إكس بتروح لإنفينيتي. طبعا اللي في المقام هذول اقترانات متزايدة، هذول اقترانات هاي اقتران متزايد وهذا اقتران متزايد، وبالتالي يطلع الجواب واحد على انفينيتي، يعني يطلع الجواب زيرو. كويس؟ هلا لما يطلع الجواب زيرو شو بنستنتج؟ حسب القاعدة اللي فوق عندنا بنستنتج انه اللي في البسط grow slower than، شو بحكي هلا؟ بحكي انه واحد على جذر اكس grows slower than ln x as x goes to infinity. او بقدر احكي ايش؟ or بقدر احكي انه ln x grows faster than 1 على جذر x as x goes to infinity. بزبط الشق يعني الطرفين بزبطهم بهي الصوره. طيب نشوف مع بعض مثلا فرع e. لو جينا على فرع e مثلا نشوف كيف فرع e بيشتغل. تطبيق مباشر. هلا هون اي بحكي لك شوف مع بعض اللي هو اكس ناقص 2 لين الاكس. اوكي بيجي باخذ الليمت، هاي بحط اكس ناقص 2 لين الاكس في البسط وبقسم على لين الاكس في المقام لما اكس بتروح لما لا نهايه. هلا هون بدنا ننتبه لانه في البسط بيطلع انفينيتي ناقص انفينيتي، لما نعوض بيطلع في البسط انفينيتي ناقص انفينيتي، فافضل حاجه شو نعمل؟ نبسط. فالتبسيط هون اني اوزع البسط على المقام، فبصير اكس على لين الاكس ماينس 2، وزعت البسط على المقام. هلا لما اجي اخذ الليمت هي بتطلع عندك انفينيتي على انفينيتي، بشتق فوق وتحت، فبصير معك الليمت 1 على اكس على سوري، بصير عندك الليمت في البسط للرقم 1 مشتقة اكس، وهون 1 على اكس لما اكس بتروح لما لا نهايه ناقص 2، اللي هي نفسها ايش؟ الليمت لاكس ناقص 2، وهي الجواب تبعها ايش؟ انفينيتي ناقص 2، يعني انفينيتي ناقص 2 يعني الجواب ايش؟ انفينيتي. هلا ما دام انفينيتي معناته البسط grows faster، معناته بحكي اكس ناقص 2 لان الاكس grows faster than المقام as x goes to infinity، او بقدر احكي ايش؟ انه المقام grows slower than البسط as x goes to infinity. مظبوط. اخر حاجه بدنا نشوف مع بعض مثلا فرع f، بعدها بتصير الصوره واضحه للجميع اعتقد، اللي هو عندنا e equal minus x. هلا بهي الحاله بدي اخذ الليمت، هي e equal minus x هون لما x بتروح لما لا نهايه، هي لان الاكس تحت. طبعا هلا هون لاحظوا انه بنزل e equal x تحت، وهي لان الاكس لما x بتروح لما لا نهايه. طبعا هون يا جماعه ايش؟ هذا اقتران متزايد وهذا اقتران متزايد، معناته المقام بروح لانفينيتي، شو الجواب؟ بيطلع زيرو. ما دام طلع الجواب زيرو معناته بقدر احكي ايش؟ انه ايكو ماينس اكس جروز ايش؟ سلوور ذان لين الاكس، اور بقدر احكي انه لين الاكس جروز فاستر ذان ايكو ماينس اكس. طبعا الجواب ايش؟ از اكس جوز تو انفينيتي دائما. إذا هذا كل ما يتعلق يا جماعة بسكشن 7.8، بتأمل تكون الصورة واضحة للجميع، هي أهم فكرة في هذا السكشن، يعني سكشن بسيط وسؤال واحد فيه.